تقام يوم غد الاثنين مباراتان مؤجلتان من دور الستة عشر من بطولة كأس الأردن عندما يلتقي سحاب والفيصلي قبل أن يحل الوحدات ضيفا على مغير السرحان المزيد من التفاصيل في التقرير التالي تعود يوم الاثنين كرة بطولة كأس الأردن للدوران بإقامة مباراتين مؤجلتين من دور الستة عشرة من البطولة التي يحمل الوحدات لقبها الأخير المباراة الأولى ستقام على استاد عمان الدولي وتجمع فريق سحاب مع الفيصلي حيث يسعى الفريقان لمواصلة الزحف نحو الأدوار النهائية وخصوصا الفيصلي الذي يحارب أيضا على جبهة الدوري إذ يحل وصيفا بفارق خمس نقاط عن الحسين إربد المتصدر. وكان الفيصلي قد افتتح الموسم بلقب بطولة درع الاتحاد فيما ودع بطولة دور أبطال آسيا من دور المجموعات. في المباراة الثانية يرتحل الوحدات إلى استاد الأمير محمد في الزرقاء لمواجهة مغير السرحان في لقاء الفرصة الأخيرة للفريق الأخضر هذا الموسم. الوحدات الذي فقد الأمل بالمنافسة على لقب الدوري إذ يحل ثالثا بفارق 12 نقطة عن الحسين، وجه قوته وتركيزه بشكل كامل إلى بطولة الكأس وفقا لتصريحات مديره الفني رأفت علي وجميع نجومه. وسيكون التتويج بلقب كأس الأردن بمثابة رسالة اعتذار من الوحدات لجماهيره بعد خسارته لقب الدوري للعام الثالث على التوالي كما أنه سيكون ثالث ألقاب هذا الموسم الذي شهد التتويج بكأس السوبر على حساب الفيصل وبلقب بطولة القدس والكرامة والخروج من ملحق دور أبطال آسيا والانتقال إلى كأس الاتحاد الأسيوي والخروج منه من دور المجموعات فهل يكمل القطبان رحلتهما في بطولة الكأس أم يكون لسحاب ومغير السرحان رأي آخر صحبة السبت قرعة البطولة الأسيوية الثامنة عشرة للشباب لكرة اليد والمؤهلة لبطولة العالم والتي ستقام في صاله الاميره سميه بمدينه الحسين للشباب في شهر يوليو المقبل وحضر مراسم القرعه العديد من الشخصيات الرياضيه وفي مقدمتها بدر الذياب نائب رئيس الاتحاد الاسيوي لكره اليد وقسمت المنتخبات المشاركه وعددها 13 منتخبا على اربع مجموعات حيث اختار المنتخب الوطني باعتباره منتخب البلد المستضيف اللعب في المجموعه الثالثه الى جانب منتخبي الهند وعمان غادر المنتخب الوطني للتايكوندو اليوم الاحد متوجها الى تايوان لاقامه معسكر تدريبي استعدادا للمشاركه في بطوله اسيا التي تقام في فيتنام ويستمر المعسكر حتى الثالث عشر من الشهر الحالي ويتكون منتخب التايكوندو المشارك في المعسكر من 12 لاعبا ولاعبه يتقدمهم الأبطال الدوليون جوليان الصادق ورام أبو الرب وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني حققت شلسي فوزا ساحقا على ضيفه وستهام بخماسية اليوم الأحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز ومنح هذا الانتصار فريق تشيلسي فرصة تجاوز مانشستر يونايتد بالوصول للمركز السابع برصيد 54 نقطة، فيما ظل ويست تاسعا برصيد 49 نقطة، ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس يوم غد الاثنين في ختام الجولة ذاتها. يحل يوفنتوس ضيفا على روما في مباراة يحتضنها ملعب الأولمبيكو لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم ويخوض فريقا روما ويوفنتوس مباراة اليوم بطموح حسم الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ويحتل فريق روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد وخمسين نقطة فيما يأتي فريق يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 65 نقطة قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي لاكتساح ريد بول نيويورك بسداسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ليونيل ميسي رقما قياسيا بعدما صنع خمسة أهداف في شوط واحد، كما أحرز هدفا واحدا وجاءت جميعها في الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يصبح رصيد إنتر ميامي 24 نقطة في المركز الأول بينما يحلّ ريد بولز نيويورك رابعًا برصيد 17 نقطة